بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم أستاذ وليد المعداوي من GFXAcademy.net، وأهلا بيكم في ورشتنا الجديدة، ورشة الأنيميشن اللي احنا أطلقناها من حوالي 10 أيام. احنا دلوقتي خلصنا الفيديو الأول، كان انترودكشن عن الورشة، هم 16 دي في دي. دخلنا على الفيديو التاني، المفروض اللي احنا كنا شفناه بالكامل وطبقنا اللي فيه. يعني هو تطبيقات، بصراحة انا اتفاجئت ان في مبادرات كويسة جدا من كل الاعضاء، فانا حابب اوجه التحية لكل من شارك في التطبيقات او شارك حتى برأي او ساعد في الترجمات. فريق الترجمة عمل شغل كويس جدا، الفريق اللي اشتغل على انه يريح الناس ويبدأ يسهل لهم الماتيريال والبرامج والتوتوريالز والتورنت. مش عايز انسى حد، فمش عايز اعد اللي حصل، بس انا بوجه التحية لكل المشاركين في الأكاديمية العربية للأنيميشن بالتعاون مع GFXAcademy.net. هبدأ بقى الفيديو ده، هدفه انه اعقب وانقد الاعمال اللي اتقدمت، سواء كانت يعني بدائية شوية او سواء كانت مقدمة او سواء كانت ايا كان. حابب بقى نخش بقى في الموضوع على طول، وانا عايز اقول بس الاول الهدف من الورشة، ورشتنا اهم حاجة الهدف فيها مش انك تحرك. يعني انا موجه الورشة دي مش علشان نحرك، مع اي حد ممكن يحرك اي حاجة، ممكن اخد الاوبجكت ده احطه هنا. يعني لو انا عندي برنامج زي مثلا ده الفلاش، خلاص انا ما عنديش مشكلة خالص لو انا جيت مسكت الاوبجكت ده مثلا وحركته من هنا لهنا، يعني دي ما فيش مشكلة خالص. يعني انا جاي كده مثلا F6 راجع محركه هنا، وجاي عملت كلاسيك توين، فهو هيتحرك. لا، هو ده مش الهدف من الورشة. الورشة عندي الهدف بتاعها اني احرك باحتراف، اكتسب خبرة ومهارة واحساس الانيميتور. اوكي، وده من خلال الورشة بتاعتنا اللي احنا بنحاول ندفع شوية بالمواطن العربي او بالمستوى العربي عادة او عموما يعني. فخلينا بقى نشوف تطبيقات الاعضاء. ده الاعضاء اللي شاركوا معايا في المنتدى. اوكي، دول كلهم، حتى لسه كان محمود كان لسه منزل قبلها بربع ساعة على طول قبل ميعاد البث المباشر. خلينا ناخدهم بالترتيب، 2x2، 2x2 و4، مش عارف اسمه ايه، يا ريت برضه نبقى نوضح اسامينا يا جماعة عشان تبقى حاجة كويسة لما اعرف اسمك وانت تعرف اسمي ونتعامل فاميليار كده مع بعض. انا هشتغل بالكويك تايم وهشتغل بالفريم نمبر عشان يساعدني شوية. هعمل بلاي، كويس، انا شايفها كويسة. تعال بقى نشوف فريم فريم كده، هنركز كلنا مع بعض، او انا هركز على الكرة السوداء دلوقتي. الكرة السوداء المفروض ان هي تقيلة وبتعمل باونس، كويس، اكسلنت. طيب الكرة البينج بونج هبدأ، المفروض ان هي كرة خفيفة وبتديني باونس كتير، كويس، نايس. بصراحة ما فيش نقد، انا مش شايف ان في حاجة ما عدا الكرة السوداء، بس هي فيها كده زي ما تقول استعجلت شوية فيها، كانت عايزة سنة، يعني عايزة سنة نعومة شوية كمان. اجين تاني، انا شايف هنا الباونس 1 2 3، يعني التالتة جت بسرعة شوية، التالتة جت سريعة، كانت ممكن تطلع فوق شوية هتدي سموث أكتر، بدل ما هي كده راحت زي بيكون حاجة جذبتها تحت في الأرض. أوكي، ده بس تعقيب يعني. تاني، آخر حاجة كرة
البيج بونج برضو عيد فيها شوية النظر، خصوصا في آخر 4 أو 5 نطات. تمام، ده بالنسبة للتطبيق ده. بالنسبة لتطبيق أبانوب، تعال نشوف بالكويك تايم. أبانوب زي ما انا قلت دلوقتي، انا مش الهدف بتاعي اللي انا احرك بس، لا انا لازم اكتسب مهارة الانيميتور كويس. لو انت اتفرجت على الفيديو الاولاني التاني كويس، هتبص تلاقي هو عامل هنا منحنى المفروض بتمشي فيه. المنحنى احاول انا دلوقتي اعمله كده بالماوس، هو مش هيظبط، بس يعني خلينا نعمل حاجة زي كده. مثلا هو الكورة بدأت من فوق، المفروض من هنا، فأنا بعمل منحنى، وده التخطيط بتاعي من قبل، التخطيط بتاعي من قبل ما أعمل التحريك. يا جماعة لازم أعمل حاجة زي كده. أقول لك والله التخطيط بتاعي إزاي بقى، تعال نشوف نخطط مع بعض المشهد بتاعنا. أروح جاي أعمل مثلا والله الكورة هنا، أوكي، وتروح نازلة هنا، تمام، وبعد كده تطلع في الحتة دي، وبعدين تنزل في الحته دي، تمام، واللي كان فيها سكواش او ستريتش هنا ما يعني مش مشكله. المهم قال انا اكتسب واعرف الكره دي نوعها ايه الاول. لازم احدد وانا في التطبيق بتاعي الكره دي نوعها ايه، هل تنس طاوله، بينج بونج، ولا بولينج، ولا ايه بالظبط، او الباسكت بول، ولا ايه. هنا برضو هروح جاي مثلا هنا وابدا اقل في المسافات، يعني ممكن امسح دي كده واخليها هنا مثلا. اوكي، تعال بقى نشوف الخط اللي انا امشي عليه. الخط ده لازم يبقى لازم يبقى كده. اوكي، لازم يبقى حاجة زي كده، وهكذا لحد ما الكورة تبدأ تمشي على طول. اوكي، ده الخط بتاعي. وانا بمشي في الباونسنج بول، بلاقي اللي فوق فوق دايما دايما الكرات، لو انا بحرك دي الكرات متقاربه، تمام، دايما بحس ان الكرات متقاربه. لو انا عايز الكره بتاعتي تنزل سموز شويه، ما تنزلش بسرعه قوي، هعمل كرات هنا، كره هنا كده، وكره هنا مثلا، تمام، او بعيده هنا كده مثلا، وهي طالعة سيب المسافة دي وخليك ابدأ من هنا، تمام. ده لو انا عملت كده هتبص تلاقي الكرة نازلة بتاعتك بتلمس الأرض بطريقة ناعمة شوية. طب لو انا عايز، ونفس الحكاية برضو طبعا، يعني انت ممكن هتمشي بقى بنفس السيمتري ده او بنفس السيكونس ده على الكيرفات كلها. طب انا لو عايزة تنزل باللغة البلدي المصرية لطش كده، او بقوة، يعني هسيبها هنا، اروح جاي مثلا جاي عامل كده، وهنا مثلا او هنا واحدة، وبسيب ده كله فاضي، وبعدها اروح جاي عامل بالشكل ده. طب انا ايه اللي انا بعمله ده كله؟ اللي انا بعمله ده كله علشان الكرة لما بتيجي هنا في المنطقة دي بحس انها، اغير اللون بس عشان ما نتلخبطش، دي بلو. كل ما تيجي هنا في الحته دي كده، وجيت من هنا لهنا المسافه دي كلها فاضيه، فبتديني سرعه في ضربه بالارض. يعني انا نازل بالراحه، وبعدين نازل بسرعه، وبعدين فجاه راح اتخبط في الارض وطلعت تاني على طول. اوكي، ونفس الموضوع بالظبط. فده هو السيكونس اللي موجود في الفيديو، تمام. عيد النظر يا ابانوب. اوكي، بعدين انا عايز الكوره، المفروض ان الكوره اخرها هنا عند الخط، عند الخط اللي تحت. اوكي، يعني انت عملت هنا اهي، هي دي كده، ده اخرها. وبعدين كمان برضو الكلام ده لكل التطبيقات، المفروض ان الكوره تخلص حركتها، انا عايزك توسع شويه، يعني عايزك تعمل
الحركة للآخر يا جماعة، لازم الحركة تبقى للآخر، يعني من البداية مش مشكلة تبدأ من نص الشاشة كده، ممكن تبدأ من ورا شوية، تخليها في النص كده، وبعدين تبدأ تنزل وتخلص خالص لغاية الآخر، تكون هنا هنا مثلا مخلصة، وتمشي الحبة دول عشان أعرف، عشان أنا عايز أعرف هل هي مشيت أخبار السرعة بتاعتها، التايم بتاعها عامل إزاي. تمام، طبعا على حسب الهيفي بتاعها او حسب الوزن بتاعها هتكون السرعة بتاعتها بعد ما بتخلص الباونسنج ده. بالنسبة لتطبيق بانوب باسم، عامل تطبيقات كويسة بصراحة، يعني 5 تطبيقات. طيب انا عادة مش عارف اوقف الصوت ازاي، اوكي. عادة انا لما بعمل تطبيق انا مش عايز الخامات دي كلها، يعني مش ده اللي هيحسن التطبيق بتاعك. انا عارف انك ممكن تعمل اي حاجة، ممكن الناس كل كتير تعمل حاجات كتير مفيش مشكلة، بس انا عايز الحركة بتاعة الكورة بس، ده اللي يهمني، اوكي. فهي على حسب الرمية بتاعتها، على حسب وزنها برضو، لازم اعرف دي كرة ايه تذكر في تطبيقك. هو المفروض انها باسكت بول، او انت كاتبها هنا باسكت، فده مش وزن باسكت ولا حجم باسكت بول. تمام، فليه بقول مش وزن؟ ان الباونسنج بتاعها لان الباونسنج بتاعها مش الحجم ده. في ريفرنس كان حاطه الاخ محمد روما، حلو قوي، وانا رفقته حتى بالموضوع الاساسي على المنتدى. ده اللي انا يعني شايف برضو، انا مش عارف الكلام عن الصوت. الصوت انا مش عايزين صوت بس يا جماعه، عشان من عشان انا وانا بنقد وانا بعقب على الفيديوهات ما صوتي يطلع. طبعا هي الكوره واضح انها كوره بولينج ومربوطه بسلسله والكلام ده، انا مش عايز السلسله دي خالص، وزي ما احنا اتكلمنا مش عايز الخامات دي خالص، انا عايز الحساس بالوزن. طبعا ما فيش في الدنيا وزن كوره تقيله بتنزل بالبطء ده، ودي تقريبا هي بالونه، اوكي. انا لو كده يبقى دي بالونه، اوكي، فهتبقى سريعه اكتر من كده بكتير. البندول، البندول مديني يعني آلة، يعني كأنه ترس بيمشي الترس اللي فوق. طبعا انا الترس اللي فوق ده ملوش لازمة خالص، هو كده لخبط الناس، والخامات اللي ورا دي برضه لخبطتني، انا مش عارف اركز كويس، بس انا هركز تحت هنا. هو البيفوت انت ظابطها يعني مش مظبوطة قوي، المفروض تبقى دي في النص، دي تيجي في النص بالظبط، ما تتحركش لا كده ولا كده. تمام، طبعا ما فيش برضو التايم والسبيسنج والتايم، تايم فين الوزن؟ المفروض تطلع هناك بسرعة وتقعد شوية تريح شوية هناك، وبعدين أنا هعملها لك. مثلا هي بدأت هنا، لا سوري، هي بدأت هنا كده خلاص، اوكي، والمفروض تنتهي. شوف بس، اشوف انا دايما بقول البدايه والنهايه. طبعا في كيرف، اول حاجه ارسمه، اول حاجه اعمله افكر فيه الكيرف على طول. الكيرف بتاعي هو اللي هيحدد لي السموزنج بتاع الحركه والواقعيه بتاعت الحركه. فانا هخلي مثلا الكيرف كده زي ما اتعلمنا في الفيديو. طيب بالنسبه للدوائر، يبقى انا هنتهي هنا، اوكي، هنتهي هنا بالشكل ده. وطبعا انا عرفت ان انا كل ما قربت الدوائر من بعض كل ما اداني بطء في المنطقة دي. تمام، تاني هقرب الدوائر دي كلها من بعض كده، هعمل مثلا حوالي، شوف انت هيبقوا كام دايرة، وابدأ قرب الدوائر من بعض كتير هنا، وبعدين هتبدأ انت بقى ايه تطلع.
بالدايرة مثلا في الحتة دي، وبعدين دايرة هنا في الحتة دي كده، وتشوف الحركة. اوكي، يبقى لازم تكون سريعة وبعدين تطلع فوق ببطء شوية، وبعدين تنزل تحت سريعة تاني وبعدين تطلع فوق ببطء شوية. هو ده البندول المطلوب في التطبيق. نفس الكلام طبعا، الخامات دي كلها ملخبطانه، احنا مش عارفين كده هي بتنزل السلم، وده مش المطلوب من التطبيق. انا مش عاي... انا عايز الكره تعمل باونسنج من فوق تحت، هو ده اللي انا عايزه، من فوق تحت عشان احس بالوزن الكره كويسه. بس كويس، انا بنام كويس، كل اللي طبق كويس. كويس جدا انك تبدا، لان دايما يا جماعه دايما في اي حاجه في الدنيا البدايه صعبه. اوكي، فان انت بدات يبقى انت كده عديت 60%. ال 40% الجايين دول 30% منهم هو انك تتفرج وتطبق، وال 10% هي التميز. ممكن تلاقي ناس كتير بتطبق بس المتميز قليل. اوكي، انا عايز اوصل للتميز، بكثر التطبيقات هوصل للتميز باذن الله. باشمهندسة رنيم، هنشوف الفريم ريت. طب انت عامله سكواشي جامد جامد يعني، انت كده عديتي بصراحه يعني، وعجبني عجبني جدا يعني، كانها هي نقطه ميه. اوكي، هي كسكواش وستريتش حلو يعني، هي عجباني بصرف النظر ان هي مبالغ فيها قوي. اوكي، يعني هي المفروض تطلع فوق كده، مفيش سكواش، ان انت عامله كده كرتوني بول. المنحنيات كويسة، بس طبعا معرفش دي كرة ايه، فانا مش قادر احدد بالظبط يعني هي محتاجة كام نط. دايما دايما لما باجي اخطط بعمل بلانينج المشهد بتاعي، بشوف البداية والنهاية وفين هيقف فين. تمام، يعني الكرة دي المفروض تقف ورا شوية عشان تاخدي مساحة شوية، وبعد تنزل هتنزل كام نطة، كام نطة هتلمس الارض، كام لمسه، وتطلع فوق كام مره، وبعدين تمشي في الحته دي. ده البلان. بعد كده بتبدا انت على طول خلاص، طالما انت حطيت حجر الاساس يبقى تعمل هنا نفس الحكايه بالظبط يعني بسرعه جدا. انا اروح جاي اعمل بلان، يا جماعه البلان كله ناقص بلان، لازم لازم البلان، واحنا الكلام ده نبهنا عليه. يبقى البلان بتاعي البدايه هنا والنهايه هنا. اوكي، وده كده وده كل ده هيبقى ماشي عادي، مفيش مشكلة، خلاص أنا خلصت والكرة ماشية. تمام، وأروح جاي مثلا تاني نفس الكلام اللي قلته قبل كده أهو، بنزل للأرض وبعدين بطلع فوق وبعدين بنزل تحت، بضايق المسافة دي كل فترة كل نطة، وبرضه بنزل كده. لو أنا عامل مين؟ لو أنا عامل الكورة خفيفة شوية، لو أنا عاملها تقيلة طبعا حاجة تانية. اوكي، فطبعا انا عشان حكمت عليها خفيفه لانها من السكواش اند ستريتش بتاعها هي خفيفه جدا. اوكي، وبعمل مثلا حاجه زي كده مثلا وليكن، فبروح جاي طبعا مقرب الفريمز زي ما احنا اتعلمنا في الفيديو، بنزل بالشكل ده. طبعا هي المفروض انها سكواش، فبعمل اغير اللون الجرين، المفروض سكواش كده، تنزل هنا وهي في الارض بتعمل كده. اوكي، والفريم اللي قبل ما تنزل الارض بيبقى برضو الى حد كبير نازل، يعني كوره واخده ستريتش فوق كده شويه. اوكي، نفس الموضوع وهي طالعه تطلع فيها ستريتش شويه، وبعدين بتاخد عادي بقى الحاجة بتاعتها او الوضع بتاعها عادي، مفيش مشكلة. اوكي، مثلا اروح جاية هنا واحدة، ونبدأ بقى من فوق هنا، نبدأ نعلي شوية عدد الفريمات او نزودها. حسب انا بقول مثلا، حسب بقى سرعة والكيرفات بتاعتك. اوكي، طبعا الكيرف بتاعنا المفروض طبعا انا برسمه الاول اهو، بعد كده راسم الكيرف بتاعي عشان ما اتلخبطش.
بالشكل ده وامشي عليه. الكور دي تنزل تحت تمشي هنا دايما فوق، هو زحمة الفريمز وحسب برضو ملهاش قاعدة، حسب الوزن. وبعدين ببدأ اشوف انا محتاج ايه واعمله. الموضوع بسيط جدا، بس فك طلاسم. انا بحاول افك دلوقتي الدنيا عشان تبقوا خلاص بقى يعني الدنيا اتفهمت، وبعد كده نشوف تطبيقات احترافية بقى ان شاء الله. التطبيق التاني المهندسة رنيم، اوكي مديها. انت بتحب الستايل الكرتوني، وانا واحد من الناس اللي بحب الستايل الكرتوني، ما لهاش لازمه الخلفيه اللي ورا خالص. اوكي خلينا نركز على الكوره. نفس الكلام نفس الكلام، ما فيش سكواشي فوق كده الا اذا لو انت هتعملي مثلا ده بنفس هنا برضو وهي طالعه، اوكي عشان ندي سكواشي بحيث انها مثلا مع دودايه مثلا بتنط او حاجه زي كده. تمام ده الستايل الكرتون. التطبيق التالت نمشي بالفريمز، هنشوف المنحنى. المنحنى اوكي يا كره تقيله، الكره التقيله ما فيهاش سكواش او استرتش. كره تقيله ما فيهاش الكلام ده، هي كرة كرتونة شو خفيفة. تمام فالمفروض انها تتنطط اكتر من كده. نفس الكلام برضو هتراعيه، احنا خلاص عرفنا الموضوع وانتي بتحبي السكواش اند ستريتش. ركزي فيه يا مهندسة رنيم وهتبقي حاجة كويسة جدا في وقت قصير. حنين دي واجهة مايا، برنامج المايا هنشوف. لا والله لا لا لا، انت عديتي انت عديتي كده، هو جميل كويس جدا. انا هركز مع الكرة دي. اوكي طبعا هي مش منطقية قوي الكرة تمشي بنفس السرعة نفس السرعة كله، لازم تبطئ هنا شوية. اوكي دي اول حاجة، انا مركز على الكرة الشمال اللي هي التقيلة الهيفي. اوكي الوزن بتاعها كويس، انا ههريكي بقى شويه لان انت بتاخدي كورس انيميشن و المفروض اتوصل بيكي شويه عشان تعلي مستواكي. على فكره يا جماعه ما تزعلوش من النقد، انا بنقد كويس وبنقد كتير علشان انت مش هتستفيد مني بحاجه لو انا قلت لك اه ده كويس وخلاص. اوكي او قلت لك عدل اي حاجه كده وخلاص، لكن لازم اديك شويه حقك شويه عشان انت تحس باستفاده. كويس الراوند بتاعها لفت كويس، الارتام بتاعها كويس ممتاز. نرجع تاني بطأ هنا جميل، الوقفة بتاعتها برضو حلوة. دايما حركة الانيميشن، انا مثلا بعمل فيلم كرتون وفي حركة انيميشن للشخصية، احنا نتخيل ان دي حركة الشخصية بتعملها اللي هي الباونسينج بول. اوكي اعتبر ان كل حركة هي جوب، يعني مهمة مستقلة بذاتها. والانيميشن هو عبارة عن ثلاث مراحل، اي حركة في الدنيا او الانيميشن هو عبارة عن ايه، هو ثلاث مراحل. الانتسبيشن اللي هو مرحلة التحضير للحركة، وده اللي انا بتكلم فيها، كان المفروض اللي انا الكرة ماشية سريعة سريعة بعدين تبدأ تبطأ شوية عشان تدي رياليتي شوية، ده تحضير للحركة. اوكي بعد كده الاكشن نفسه، الاكشن للحركة نفسها ماشية كويس. اوكي وبعدين بعد كده البري اكشن او الحركة التابعة للحركة نفسها، يعني لما المفروض لما تمشي كده شوية تروح راجع شوية ورا. اوكي ترجع شويه ورا حاجه بسيطه كده، وهنشوف برضو مثال في اخر بعد التطبيقات. ركز بقى مع الكره الصغيره دي اقل وزنا طبعا. نايس كويس، طبعا اخر حته دي عايزه تتظبط خالص.
انا شايفه هنا مثلا، هنا راحت لفه العكس، وده حاجه مش منطقيه، وبعدين وقفت بسرعه. لا، المفروض انها تكمل لغايه لما تقف بالتدريج خالص، وبعد ما تقف يعني عملت الاكشن، وبعد ما تقف البري اكشن بقى اللي هو ايه، بروح جايه راجعه سنه صغيره ورا حسب الوزن بتاعها، حسب الوزن بتاعها. ده احساس الانيميتور، احساسكم انتوا اللي ما انا ما اقدرش اعكسه لكم. انتوا من كتر التدريبات هتبدا مستواك يعلى واحده شويه، واحده واحده. محمود حمدي، البندول على المايه برضو. نايس. بس في حاجة يعني، أنا حاسس إن هو بياخد فترة هنا أكتر من هنا، يعني الناحية اللي على الشمال دي مش عارف، أنا حاسس إن أنت متوصف الكيرف بتاعها. بص على الكيرف بتاعها، بص هتلاقي أعلى شوية أو أطول، أو الهاندلر بتاعه هتلاقيه أطول من الكيرف اليمين. أوكي، كويس كويس يا أحمد. بينج بونج، خلينا نشوف. عيد نظر فيها، دي اوان، دي مش وزن بينج بونج، دي وزن كرة مطاطة، حاجة مطاطة كده بتتنطط. اوكي، ده مش وزن بينج بونج خالص. استعجلت شوية في الاخر، معرفش بقى، يمكن انت زهقت. الانيميشن يا جماعة هو طويل شوية بس نتيجته جميلة، حاول تصبر شوية. واحد اتنين وبدأنا. دي الكيرف بتاعها، المرحنة بتاعها مش كويس، عايز يتظبط. عايز الهاندلر بتاعك بتاع النقطة اللي فوق تتظبط من الجراف ايتور او الكيرف ايتور. نفس الحكاية الأخيرة، وبعدين لازم تمشي شوية. في الآخر قلنا لازم البري أكشن، عملت الأكشن بتاعي كويس، البري أكشن اللي هي تمشي شوية لغاية لما تقف، وبعدين ترجع سنة صغيرة جدا حسب الوزن بتاعها تاني. اوكي، محاولة كويسة والله، يعني بصراحة ربنا يكرمكم، انت حاسسوني ان انا عملت حاجة، ربنا هو بقى اللي بيسخر عباد لعباد. يعني حاسسوني ان انا نجحت، اللي انا انقل الفكرة ليكوا والبعض، يعني نعلم بعض كلنا ان شاء الله. دي تبقى هيفي بول. اوكي، لا لا لا، خلينا فوق شوية. لا تطلع فوق او ماشي. اوكي، مطلع يعني النزول بتاعها حلو. تاني، النزول بتاعها حلو، انما الطلوع والمكوس اللي فوق ما قعدتش فوق. يعني بص انا همشي فريمات. اوكي، فريمز. انا دلوقتي كام في الفريم؟ وصلت اعلى نقطة في الفريم كام؟ 10. اوكي، تعال بقى نشوف من العشرة اللي قبل كده. هتبص تلاقي العشرة بدأت، يعني العشرة ده المفروض ال11 ده ما تنزلش النزلة دي، يعني هي نزلت مربع ونص وربع تقريبا. اوكي، طبعا كنسبيا كتير، فالمفروض تقعد شوية فوق شوية فوق وتنزل بسرعة، شوية فوق تنزل بسرعة. وأنا حاسس برضو إن تاني نطة وتالت نطة قد بعض، تاني نطة وتالت نطة، يعني المسافة بينهم مش كبيرة، وده ما يتناسبش مع الوزن بتاعها اللي حصل بين أول نطة اللي هو أول نقطة فوق وتاني نقطة من أعلى نقطة لأسفل نقطة. أوكي، أنت فاهمني. حاول بقى، طبعا الكيرف ثم الكيرف، انت مشكلتك في الكيرفات، ظبط الكيرفات على قد ما تقدر، هيطلع شغلك حلو. اوكي، انت استعجلت في اخر واحده برضو، كانت عايزه شويه كيرفاتك. محمد،
اوكي يا محمد، انت عملت ال 50% اللي احنا اتكلمنا فيهم او 60% اللي انت حركت الاوبجكت. اوكي، ودي حاجه كويسه جدا وتحترم وتقدر كمان. فاضل بقى انت اتقن بقى الانيميشن. طبعا من اللي انا شرحته اللي فات ده كله انت خلاص عرفت الرؤيه، انا مش محتاج اتكلم. اوكي، هو المفروض هنا ما يبقاش فيه سكواش. اوكي، انت عملت سكواش بس سكواش كتير، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية، ده المفروض تبدأ بسرعة وتبدأ تبطأ لغاية تحت، لغاية في الحرف، وبعدين تبقى تنزل. اوكي، انت كمان في هنا اللفة، معدل اللفة مش منطقي، يعني دي كورة بتسارع الزمن. اوكي، زي ما بتقول عربية كده مثلا بتفحط او بتفرك بالمصري يعني في الاسفلت كده وبتاع، وراحت ماشية. اوكي، نزلت عمل سكواش. طبعا في حاجات مش مظبوطة كتير، بس بالنسبة لأول مرة كويس. اوكي، تنزلت قوي هنا، مفيش سكواش يا جماعة، هنا مفيش سكواش وستريتش. عايز تعمله يبقى حاجة بسيطة جدا، ظبط اللفة بتاعتها، ظبط نزولها تبقى أسرع من كده شوية. طبعا هي لفت كتير جدا، عمالة تلف تلف تلف، وبعدين وقفت وبعدين نزلت عامل سكواش. لا، كل ده ما ينفعش. اوكي، طبعا احنا خلاص ممكن تستفيد من نقد لفيديو حنين استاذ عزت. طبعا من غير ما اشوفه كده، ده هو جميل يعني، انت فنان، انا عارف والله انت رسام وفنان، بس هي حتة زي ما قلنا يعني، مش عايزين في التطبيقات حاجة تلخبط الموضوع، حاجة تانية يعني. اوكي، فانا عايز اشوف بس حركة الكرة، لو اتقنا حركة الكرة كويس والاحساس بتاعها هو ده المطلوب. اوكي، بدل ما ترهق نفسك وتضيع وقتك يعني، فخلينا نشوف. ماشي، تمام، حلو. حته الصرح دي، البندول كويس. همشي بالفريمز. اوكي، هاتني من الاول بقى، كانت بدايتك هنا ونهايتك هناك، والميد بوينت في النص تحت. اوكي، اعتقد ان المنحنى كويس. الاحساس بالوزن حاسس ان لسه شوية سريع قوي يعني، حتة الانتقال من النقطة الاولى والاخيرة اللي في النص دي سريعة سريعة قوي يعني. هنا تنزلت ورحت فجأة نازل تحت. اوكي، لا، هي عايزة شوية يعني، مثلا تحط رسمة حاجة مثلا توسطا، تخلي مثلا دايرة. هقول لك انا عايز دلوقتي اوصل لحاجة، الفرق بين النقطة دي والنقطة اللي هناك يعني اوكي مش كبير، بس انا ممكن اوسطا دايرة، اوسطا الدايرة دي بين دايرتين. لو انا بحرك اوسط الدايرة دي بين دايرتين، فاهمني يعني؟ اعمل دايرة كده تاني، اعمل دايرة قبلها هتبقى احسن يعني، ودايرة بعدها مثلا، اروح جاي داخل عادي. اوكي، بحيث انها تدي تريحة شوية في النص، ما تبقاش واخدة النتشة السريعة اللي في الاخر دي. كويس استاذ عزت، تمام. دكتور اديب، دكتور اديب عامل شغل يا جماعه، هو ومحمد روما في الترجمه ما شاء الله عليهم يعني، فندعي لهم ربنا يوفقهم، لان ده كل ده فعلا هينفعنا جدا وهيزيد استيعاب جدا. دكتور اديب، الباونسنج بتاعك اوكي، انت عملت باونس بس مفيش احساس بالتايم. اوكي، لان انت الكيرفات انت ما اشتغلتش، دي تقريبا ماكس تقريبا على 3 دي ماكس.
خلينا نمشي بالفريمز. اوكي انت عملت ثبات عشان توضح لنا الحركة. نزلت كانت عايز تنزل، ماشي نزولها اوكي، بس ما اعرفش دي كرة ايه برضو، فاحنا هنتعامل على اللي موجود. نزولها حلو، طلعها كويس، بس بعد كده المفروض تطلع فوق وتثبت فوق شوية بالكيرفات، بالكيرف ايتور هتلاقي عندك النقطة اللي فوق، النقطة اللي فوق انت هتلاقي مثلا الكيرف عندك عبارة عن ويف كده. اوكي هتلاقي النقطة اللي فوق أعلى نقطة عندك، شد الهاندلر بتاعها، خلي الهاندلر بتاعها طويل، خلي الهاندلر بتاعها طويل لحد ما يظهر كده، وبعدين خلي النقطة اللي تحت، هتلاقي كده في الإشارات بتاعة الماكس، في طريقة التعامل مع التايم لاين هتلاقي في حاجة كده وحاجة كده، خليها دي تاني واحدة تقريبا أنا أعتقد يعني. خليني أشوف حاجة زي كده عشان بس أتأكد. خليها دي، هتلاقيها بتنزل لك كده، شايف الزاوية الحادة دي من فوق فيها قوس كويس، ونازلة تحت على طول، نازلة تحت بسرعة كده من الزاوية دي، هتبان قوي هنا في تاني زاوية، أو في هنا في الحتة دي كده نازلة هنا الزاوية بتاعتها. طبعا مفيش تريق، مفيش زي دي كده يعني، وإلا إذا وإلا كانت ده هيبقى كده عامل زي كده مثلا، هي هتلاقي الكيرفات عندك كده. لا انا مش عايزينها كده، انا عايزها بالشكل ده. اوكي ومن تحت كده 7 على طول عشان تدي حتة الاحساس بالوزن شوية. حاول تظبطها برضو لما نشوف التطبيق ده في الاخر، هيظبط معانا حاجات كتير برضو. كويس، محاولة كويسة يا دكتور، شاهد زاد، بقيت لي حاجات كتير الحقيقة، بقيت لي حاجة معمولة بفلاش كويس، وبقيت لي كمان ملف العمل بالفلاش. طيب خلينا نشوف ملف العمل، هو يعني جميلة جدا. انت طبعا صبرتي وعملتي، طبعا الناس شغالة في دي هي اللي شغالة في فريم باي فريم، ودي بتعمل مجهود اكتر كتير من 3 دي. فخلينا نشوف. طبعا انا لو انا كده، لو انا هخفي دي، المفروض ان ده خط صح؟ كل ده ليه؟ يعني الفريمز دي كلها ليه؟ دي كلها ملهاش لازمه، فانا عايز اشيل ده خالص، كل ده تمام، واشيل طبعا الحبه دول، واخلي اللي فوق زي اللي تحت بنفس التايم تمام. ده هيصلح لك الهزه اللي كانت موجوده في الخط كده. الخط معايا ثابت اوكي. طب انا ثبت الخط بتاعي، بعد كده هبدأ اركز بقى على الكورة نفسها. الكورة نفسها انا لو جيت ضغطت على الانيون او الانيون سكين، وجيت وسعت شوية عشان يوريني الكيرف، هلاقي الكيرف كويس، الكيرفات كويسة تمام، بس الكيرف ده كان عايز المسافة دي كبيرة، كان عايز ترجع ورا سنة صغيرة. والكيرف ده من هنا هيبقى أوسع شوية أوكي، يعني مثلا لو أنا جيت كده هتلاقي الكرة دي مثلا المفروض تيجي يمين شوية تمام، وتقيس على كده اللي قبلها واللي بعدها بقى. السكواش طبعا وضع الكرة نفسه كانت المفروض تبقى فوق، لان انا بمنزلش، انا المفروض اللي حاطط اللاين ده وكل الكور اللي بعد كده اللي هو نقطة التقاء الكورة بالأرض كلها على الخط، فدي نازلة، دي خطأ. حاول ما تحطش تطبيق لو انت راضي عنه بقدر الإمكان.
اوكي، انا عارف ان دي دايما اول تحريك بقى ناس فرحانه ومستعجله، بس حاول تصبر شويه. دي كده اوكي ماشي، الاسترتش بتاعها كويس. الفريم ده عايز يبقى يطلع فوق، الكرة دي تطلع فوق شوية. تمام، تطلع فوق كده مثلا، وهكذا الكرة دي هتطلع فوق برضو. ممكن تطلع في المنطقة دي كده، والكرة دي تطلع هنا. تمام، وبعد كده ببدأ أشوف التيست. أنا ببدأ إيه، أظبط على قد ما بقدر الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت. خد بالك يعني ده سر برضو من الأسرار، اللي أنت عشان تعرف الموضوع ظبط فوق قوي كويس حسب نوع الكورة، وظبط تحت طبعا هنا ماشي يعني، بس أنا مش مقتنع قوي. في النطة الأولى التانية، واحد اتنين، يعني عايزة شغل. هي كويسة طبعا. الخروج انا هنا اتنططت كتير في الاخر، واحد اتنين تلاتة اربعة اوكي خمسة. طب وبعدين؟ لا هي المفروض هي كويس 3 نطات بس. اوكي، واحد اتنين وتلاتة تبقى تحت. خليك دايما الدراجي في الارتفاع عشان الكرة تبان اللي هي فيها رياليتي شوية. واحد اتنين تلاتة بعد نطة. لا دي ملهاش لازمة خالص، دي كانت المفروض بقى الكرة هتبدأ تمشي هنا، الكرة هتبدأ تمشي عادي خالص. وطبعا المفروض ان انا بعمل برضو حسابي ان الكرة لغاية لما تقف خالص وبقاش خروجها سريع كده، او اذا كانت خروجها سريع بالشكل ده لازم ادي مساحة اللي انا اشوف الكرة بعد كده هي تبدأ تبقى بطيئة بطيئة بطيئة، تبدأ تقف خالص لغاية الآخر، وبعد ترجع في الآخر خالص بروح راجعة سنة صغيرة ورا، مثلا 3 فريمز مثلا أو 4 فريمات قريبين جدا جدا من بعض. أوكي، هنشوف برضو التعديل بتاعك إن شاء الله، بس جود جود جدا يعني. أعتقد إن ده برضو هو نفس التطبيق. اوكي، كنت بعت برضو حاجات تانية. دي هيفي بول، كرة تقيلة اوكي محتاجة اهتمام. تنزل فوق طبعا، النقطة دي عالية شوية، كانت عايزة تنزل، تنزل على كده وبعدين تنزل وتمشي بطيء لأنها تقيلة. هي مشيت كمان حتى يعني، هي مشيت كمان بالراحة بقى، سرعت وطلعت بره بسرعة جدا. طبعا دي الكلام ده كله غير منطقي. تمام، بس كويس. بطلب برضو إن التطبيق يكمل للآخر، الكرة أشوفها لغاية ما تبدأ لغاية لما تقف. نفس الكلام ده المفروض إن هو من عنوانه بندول. البيفوت بتاعتك هنا الخط بيروح بيجري يعني في هزة كده. طبعا البيفوت بتاعتك لو انت شفت الفريمز بتاعك هتلاقي ان الخط هنا مش مظبوط، يعني دايما اعملي الكي فريم بعد ما تظبطي البيفوت بوينت بتاعتك. لو انا عملت لاين بالشكل ده اوكي، وجيت عايز اعمل له مثلا الحركة اللي انت بتقول عليها، فانا باجي بضغط على كيو في الفلاش اوكي، وباخد النقطة دي بطلعها فوق قبل اعمل اي حاجة في اول فريم. تمام، لما اجي بقى بعد كده وجيت اتحركت بروح جاي ظابط دي برضو في نفس النقطة. تمام، وبعدين اخد زي ما انا عايز بقى
هتلاقيها ما بتتحركش، ما فيهاش هزة خالص. دي المشكلة بتاعت فوق. باقي المشاكل، المنحنى كويس بس مبالغ فيه شوية، تمام. برضو الهزة بتاعت الكرة نفس المشكلة بتاعت اللاين، يعني ظبطي، حاول ظبطي وضع الكرة كويس جدا وتعملي تيست واثنين وثلاثة كويس. بينج بونج اتكلمنا عليها طبعا، الخط وي وي وي. طبعا اعتقد ان ده كان التطبيق الاولاني. محتاجة الكيرفات فيها اهتمام شوية مع الدوائر زي ما احنا قلنا. دي اعتقد انها كانت اول واحدة، بس انت بعتي الملف بتاعها العمل. محمد روما، نسيت انزل التطبيق بتاعه، هشوفه على المنتدى بسرعة أو على الأكاديمية. هو كان حاطط اللينك بتاعه على المنتدى. لا بس كود، أنا مبسوط بصراحة بالنتيجة والاهتمام بتاع الناس. فعلا يا جماعة الأنيميشن من أجمل الحاجات وفي نفس الوقت من أصعبها، وعايز ممارسة كتير. فحاول على قد ما تقدر ما تبعتش تطبيق واحد، اعمل نفس التطبيق مرة وخد النقد بتاعه وعمله تاني وتالت لغايه لما كل اللي بينقدوك يقول لك لا وكده كده 100%، عندها ممكن تبدأ في تطبيق تاني. هو فين محمد؟ انا كنت فاكر انه عامل حاجه كويسه جدا يعني. هو ده بحطه يا جماعة صور أو حاجة كده يعني، عشان الاسم مبقاش باين. مايا جود يا محمد، جود. أنا شايف إن دي كورة بلاستيك، كورة بنلعب بيها زمان، فالوزن بتاعها كويس، احس بتاع الوزن بتاعها، السبيسنج بتاعها ممتاز، التايم بتاعها كويس. لا انا مش هتكلم في حاجة يعني، دي تمام، بس مش عارف، حاسس ان اخر كام نقطة كده فيها حاجة غلط يعني. حاول برضه بص على الكيرفات كده وبرضه تواصل معايا، ده احساس انا يعني. اوكي تمام كده، اعتقد ان انا يا رب ما اكونش نسيت حد. انا يعني نزلت كل التطبيقات اللي موجودة في الموضوع كده. الباونسنج بول انا مستني، المفروض مستني التعديل بتاعها وكده يعني. انا برضو عشان الناس دي اول مره، اللي بيحرك اول مره واللي اول مره يتعامل مع البرنامج اصلا اللي بيحرك عليه، فهدي حاجه اكسترا كده مده اكتر، وهي اسبوع كمان. احنا هناخد اسبوع كمان يا جماعه، لان برضو البدايه برضو زي ما نكون يعني كلنا متعسرين شويه فيها، فاحنا عايزين نتقن جدا الفيديو ده كويس، لان الفيديو ده هيريحنا كتير بعد كده. هتعرف منه اداه البرنامج، هتعرف منه الحركه والتايم سبيسنج، هتظبط فيه حاجات كتير جدا. ده الملف انا كنت عامله. وخلينا نشوف بقى الكيرفات المفروض تبقى عامله ازاي والوزن يبقى عامل ازاي. انا عملت بولينج بول وعملت بينج بونج، اوكي، وسميتها الماتش بين بوينج بول فيس بينج بونج بول. فخليني كده نشوف. طبعا انا هنركز دلوقتي مع الكره دي، تمام. طبعا انا رايح على الماكس، انا شغال على الماكس وممكن اشتغل على الماي او السينما، بس انا الاكثر يعني في الماكس بستريح له اسهل يعني. طبعا
انا ما عملتش هنا انتسيبيشن لان هي الفتره قصيره، اوكي؟ انتسيبيشن ده تحليل الحركه اللي هي تبطأ شويه، اوكي؟ مع انها هي انا اديتها شويه كده بطء في يعني وهي نازله، بس يعني ايه ده تقريبا الانتسيبيشن بتاعي. الاكشن بتاعي اللي هو الحركه نفسها، طبعا هظهر التراجكتوري او الكيرف بتاعها، هظهره من هنا من قائمه الموشن، وتروح على التراجكتوريز هتلاقي البرامترز كده متظبطه او متفعله، هتروح جايه هنا على التراجكتوريز، هندوس بلاي تاني. طبعا هي كرة تقيلة جدا فالارتطام بتاعها بسيط، اوكي؟ رغم انها وزنها تقيل، بس لازم في معظم الاعمال لازم اخلي فيه كيرف. يعني انا كان ممكن انزلها مستقيمة على طول، النقطة دي شايف العلاقة بينها وبين الخط ده، تمام؟ تنزل النقطة الأخيرة، المفروض لو أنا عاملها مستقيمة بتنزل نازلة هنا، لا أنا خليتها هنا عشان تدي سنة كيرف بسيطة جدا لأن وزنها تقيل، تمام؟ وخليت النقطة اللي في النص دي تروح كده شوية عشان هي دي اللي إيه تظبط شوية حتة النزول بتاعها أو الكيرف بتاعها. لما نزلت تحت طلعت فوق، يعني خبطت في الأرض وراحت عاملة لفة كده وبعدين راحت طالعة فوق. اللفة دي لأن الكرة ناعمة، كرة البولينج ناعمة جدا، لو أنت مسكتها هتلاقيها ناعمة جدا. فلأن لو أنت لو هي ماشية من اتجاه فوق كده فعلا بنفس السرعة دي ونزلت الأرض، هتروح عاملة يعني زي ما تقول دوران بسيط كده، دوران بسيط، أوكي؟ عايز طبعا تتظبط سنة، بس هي الدوران ده اللي هدف منه، اللي انا عايز اقوله دوران اللي لما طلعت فوق لفت شوية كده حوالين نفسها وبعدين راحت نازلة، طبعا ماشية بالراحة، تمام؟ وطبعا المسافة الاكس دي ماشية مع الراوند بتاعها ماشي كويس، دايما اقيس دي مع دي، اوكي؟ ورجعت شوية ورا وبعدين طلعت شوية قدام كمان. ده البري اكشن او بعد الحركة بتاعتي، وبعد كده بدأت الكورة تتظبط بالشكل ده. طبعا انا كده انا عليت الرياليتي قوي فيها، اوكي؟ تاني هعيد نفسه، هركز على الكورة الكبيرة التقيلة تاني، نزلت بقى خدت لفة كده حول نفسها وبعدين راحت راجعة ونازلة طلع قدام تاني، تمام. هركز بقى مع كورة البينج بونج صغيرة، الاقي الكيرفات بتاعتها. هو ده بقى التخطيط يا جماعه. يعني لما انا جيت خططت المشهد قلت هبدا من هنا وبعدين هطلع هنا وبعدين هنزل قدام شويه وبعدين هتطلع فوق قد مثلا مسافه كده وبعدين هتمشي قدام شويه لغايه لما توصل وبعدين ترجع وبعدين تطلع قدام شويه. ده بنفس الطريقه برضو كره البينج بونج، تبدا من فوق وتنزل تحت بسرعه بتطلع فوق، قاعد فوق شويه شوف قاعد فوق قد ايه وبعدين نزلت سريعه. هنا الفريمز، النقط دي فريمز في برنامج ال 3 دي زي 2 دي بالظبط. دي فريمز، الفريمز فوق مقربة من بعضها، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، وبعدين بقى تبعد تمانية، بعد بقى تسعة عشرة نزل تحت وبعدين نزل تحت خالص، أوكي؟ لو انا عملت كده في ال2D هتطلع بنفس الطريقه. يعني الناس اللي شغاله في 2D برضو شغاله معانا ومتابعاني، لو انت عملت عند النقط دي كده فريمز عندك في برنامج الفلاش او الانمي او التون بوم او اي حاجه، هتطلع الحركه دي بالظبط. نزلت تحت طلعت فوق بسرعه في نزول، طبعا الكره الكبيره نزلت سريعه جدا سريعه جدا لان وزنها تقيل، راحت خبطه الكوره، ورغم الخبطه بتاعتها كان المفروض انها تطير قدام قوي، او مثلا اللي بيتكلم يعني مثلا لو حد شايف رؤيه غير اللي انا شايفها بتروح طايره بعيد قوي في خط مستقيم. لا هو ما فيش حاجه اسمها خط مستقيم خالص الا اذا لو انا بدي حاجه فيها باور فيها قوه. رغم كده انا لانها انا كان المفروض مثلا ان انا
ادي دي خط مستقيم خالص، اشيل الفريم ده خالص. اوكي يعني مثلا كده، بس انا لوجهة نظر ليا انا كنت شلت ده خالص وخليت ده عشان تديني احساس بالقوة السرعة او بسرعة الكرة لما خبطتها وديتها بعيد. لكن انا يعني وجهة نظري اللي انا اديتها شوية سموث خفيف جدا، لان الكرة خفيفة، الكرة دي لو تقيلة او مطاطة كانت ماشي ممكن، او مطاطة تقيلة يعني كان ممكن تاخد خط مستقيم، انما دي عشان خفيفة شوية فانا اديتها سنة كده المنحنى ده عشان يبقى يطلع لي المنحنى ده. طبعا طلعت فوق، وطلعت فوق بسرعة جدا لان هي واخدة ردة من الارض قوية، وخبطت فين؟ في الحاجة دي اللي هي زي دي كده، مش عارف اسمها ايه، رف ولا اسمه ايه. تمام، خبط فيها بسرعة ونزلت، خدت بقى الوضع بتاعها اللي احنا فين بنتكلم فيه الكيرفات. تعال نشوف مثلا كيرف منهم لغاية لما بتتنطط لغاية الآخر، وبعدين بتمشي لغاية يعني شوف هنا مثلا انا خليت الفريمز قد ايه، مثلا هي بتمشي في قد ايه، كتير 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 لغايه لما وصلت الاخر. بعد الحبه المسافه بين الفريم ده والفريم ده الاخرين هي اللي بترجعهم فيه مسافه كبيره برضو عشان ادي سنه رياليتي للعمل بتاعي. تعال نشوف بقى، انا واقف عند الفريم 28، تعال نشوف في الجراف ايه طور عامل ازاي. خد بالك في فرق بين الزاوية دي، شايف الهاندلر الأسود ده وبين ده، هو ده اللي أنا بتكلم فيه. الناس اللي شغالة 3D اللي ما قدرش يطلع بتطبيق يعني قوي في أول مرة، وده طبيعي يعني، يعمل ياخد باله من الهاندلر والزاوية اللي تحت والزاوية اللي فوق. أوكي 28 دي طلعني فوق بسرعة جدا ونزلني. هلا انا لاحظت ان انا لو جيت دوست على شيفت مثلا وجيت عملت كده، هتلاقي ان الكورة الكيرف بتاعها كبر، وده انا مش عايز كده، لان انا الطبيعي ان الكورة نازلة جاية بسرعة، سرعتها قوية جدا بتطلع بسرعة، فانا خليته بالشكل ده وجهة نظري كده يعني. وبعد كده بتاخد عادي الكيرفات بتاعتها، شوف كيرف كبير كبرت انا الكيرفات، بيديني بقى خلاص يعني بيديني دي مسافة المكوس الكورة في الهواء، كل المسافة دي الكورة قاعدة قد ايه في الهواء، قاعدة قد ايه فوق. تمام، طالعة بسرعة وبتبدأ تتدرب بالراحة بالراحة بالراحة، بتنزل بسرعة بالشكل ده، ونفس الحكاية نفس الحكاية لغاية الآخر خالص. طبعا ده البوزيشن، بوزيشن الاكس بتاعي انت شايف بين آخر فريم لما الكرة بقت تستقر على الأرض والكرة لما وقفت. هتبص تلاقي ان الكيرف نازل، بس نازل ايه الفريم ده والفريم ده نازل، يكاد يكون حاجة بسيطة جدا. تمام، وكمان بعد ما نزلته رحت جاي لاعب في الهاندلر ده عشان يديني بقى ايه اللي هو نزلت بسرعة، وبعدين بدأت سرعتها تقل سرعتها تقل. فطول ما الكيرفات دي بدأت تقرب من الأرض، تمام، طول ما قدرت أطول الهاندلر ده عشان أخليها يعني ماشية نازلة تدريج بالراحة جدا لغاية آخر نقطة، وهو ده معدل التباطؤ بتاعها يعني نازلة سريع. لو انت شايف كده المسافة دي بين ده والكسرة دي، هتلاقيها هنا بدأت تطول، بدأت تطول شوية 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 لغاية لما وصلت انها طويلة، بدأت بقى ايه تبقى بطيئة خالص خالص في الآخر خالص. وبعد كده عشان ارجعها اديتها كي فريم. اوكي كي فريم هنا،
هي الطبيعي ان انا لو اديتها كي فريم بس هترجع شويه. الطبيعي ان انا لو انا جيت في برامج ال 3D، لان ده حاجه كده في الكيرف اديتور على طول بتديك بالسموز، فالطبيعي ان انا لو عملتها هتلاقيها رجعت شويه. بس انت بقى ايه، لو ما رجعتش زي ما انت عايز تبدا تقعد تظبط من الكيرف بتاعك والتايم بتاعك، المسافه بين الفريم والفريم، لحد ما تحس انها بدات تاخد الوضع المظبوط او الحركه اللي بعد الاكشن بتاعتك. اوكي، وانا عملت انتسيبيشن. انتسيبيشن هنا يعني مش عايزين انتسيبيشن، هو التحضير للحركه. انا عملنا الاكشن، ومهم جدا اخر حاجه خالص نهايه الحركه بتاعتك انها تاخد الوضع الطبيعي، زي ما الكوره في الاخر الكبيره مثلا رجعت ورا بعد ما تطلع قدام اهي، بعد رجعت ورا بعدين عدلت نفسها تاني بالراحه كده، برضه نفس الحكايه. الكره الصغيره هناك تطلع قدام راح ترجع ورا، حاجه بسيطه جدا. تمام، وده اللي فعلا لو انت جيت مسكت كره اي كره ورميتها على الارض بنفس السرعه، وجيت تابعتها لحد او باي سرعه يعني، وجيت تابعتها لحد ما تقف هتلاقيها وقفت، وبعد ما وقفت هتلاقيها رجعت سنه صغيره. جرب مع جرب، وعندك الريفرنس على الويب سايت في الموضوع ده، ريفرنس كرات الفيديو جزاها الله خير محمد روما هو اللي حاطه. هندي اسبوع كمان يا جماعه ونشوف تطبيقات اقوى من كده واحترافيه اكتر من كده بكتير. عايزين الورشه دي نقلب بيها شويه، او نقلب بيها خالص مفهوم الانيميشن في مصر، نتعلم صح، وفرصة لينا كلنا ونشجع بعض لينا كلنا. إن شاء الله أشوفكم على خير في الأسبوع الجاي، والتطبيقات أو المحاضرة الجاية والتعقيب بتاعي إن شاء الله، والنقد، وبإذن الله يكون حاجة أقوى من كده بكتير وحاجة احترافية. شكرا، وكان معاكم وليد المعداوي من GFX Academy.net. سلام عليكم.